بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميداتي دايما في الطبيعي كالعادة، دونك الطبيعي بدون سكر زائد، بدون مواد حافظة، بدون زيت النخيل، بدون غلوتين، بدون لاكتوز. وهذه يتلخص في اون باتا تختيني، عجينة للطالي كوم دو شوكولا مي ناتوريل 100%. سي سو شوكولا الي ا باز دو sirop de date, de sésame, de cacao haute qualité, plus on peut rajouter de la noisette, comme on peut rajouter de l'huile de coco vierge pressée à froid, زيت جوز الهند البكر المعصور على البارد. درك رانا في لافواغ، سي لو ديرني جور اكزاكتومون تاع لا برودكسيون ناسيونال، المعرض الوطني للانتاج الجزائري، وان شاء الله نكونوا احنا نساهموا ان شاء الله في ليكونومي دو بيي، في الاقتصاد الجزائري بالمنتوجات نتاعنا. تحويل التمور رحنا نخدمه بسكر التمر، نخدمه بدبس التمر، ونخدمه ايضا بعسل التمر. عندنا دركا المنتوجات الجدد نتاعنا، عندنا حلوة الترك اللي نفس الشيء طبيعية 100% مخدومة بسكر التمر الا والطحينة زائد بعض المكسرات. وعندنا زبدة السمسم، عندنا زبدة السمسم اللي نفس الشيء مخدومة بعسل التمر، طحينة ولا زبدة السمسم مع مكسرات نوازيت اي اموند. فوالا سي ان بون براليني دو بور دو سيزام، سي ان اكسلون برودوي بور لانستان، تو الموند ا ابريسيي. اي اون ا لي سيغتان باك، on a des packs, les nouveaux packs, c'est les packs pâte à tartiner, que ce soit les 100 grammes ou les 200 grammes. Voilà, on a repris les nouveaux packs, les plutôt, c'est des anciens, mais on les a repris. Et on a des nouveaux packs pâte à tartiner. Et on a aussi des boîtes de halouta turk 500 grammes, 750. On a des packs petites doses. pour déguster tous les goûts. Voilà. يعني الحمد لله الحمد لله. قبل كانوا كيما يقولوا ناس يتعاطاو بزاف السكر، يتعاطاو بزاف الزيوت المهدرجه. درك الحمد لله كاين بزاف ناس اللي راهم يعني يشريوا المنتوج الجيد، المنتوج اللي وكانه مكمل غذائي، يعني حاسين واعيين باللي راهو وكانه مكمل غذائي، راه الناس يشريو فيه الحمد لله. تقدروا تسيبونا يا اما في انستغرام، يا اما في فيسبوك، يا اما اون في لا ليفريزون، في اون في لي كوميرس ليفريزون سور لي 58 ولايا، اي دون لو كا او فو نوز ابلي اون بو فو اورينتي فيغ لا بوتيك، لي بوتيك سي دي بوان دو فانت، لا بوتيك لا بلو بروش اون بو فو اورينتي. الجي عندنا تمره، عندنا تمره في العاصمه زائد البيير، عندنا البايلك اللي راه في ديل ابراهيم، عندنا لو سيلي اللي راه في سعيد حمدين، عندنا في رويبه، في رويبه عندنا ميزون خزانه، ميزون مطموره في لي سورس، تيغوار الداير في بير خادم، لو شان فيغ ثاني في بير خادم، عندنا في رغايه ايدنتيتي، ميزون خزانه في رويبه. L'autre, comment il s'appelle aussi, Anaf Draria. Pour tout renseignement, appelez et on vous oriente vers la boutique la plus proche. Sinon, venez du côté de Kouba, Aïn Nadja, et la livraison sera gratuite.